ماذا يقول محمد كنج من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي حول تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة؟ الحرارة ببيروت ما عم تتجاوز ال 31 درجة، لكن الشعور بالحر عم بيكون بحدود ال 40، هيدا بالنسبة لسكان الساحل. بالنسبة للي صار تداوله انه في موجة حر حتضرب البقاع، اللي مبين عنا انه ارتفاع درجات الحرارة حيكون فوق المعدلات بين الخميس والسبت بحدود الثلاث درجات مش اكثر. حنبلش نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة اعتبارا من نهار الاربعاء، بتوصل لحدود ال 35 درجة يمكن بالبقاع، او 36 درجة اعلى معدلة بدرجة لدرجتين، مش اكثر من هيك. يعني ما حنشوف درجات حرارة استثنائية مثل اللي شفناها بشهر حزيران. بحزيران الحرارة لامست 42 درجة بالبقاع. نحن هلا بالجزء الثاني من تموز، درجات الحرارة هيدا الأسبوع حتكون اعتيادية لهالفترة من السنة. بالعادة بآخر تموز وببداية آب بنتعرض لموجات حار. هلا بهالخمس أيام بهيدا الأسبوع ما مبين عنا على الساحل ارتفاع كبير، الارتفاع حيكون بحدود الدرجة لدرجتين بحده الأقصى، حيكون مركز بين الخميس ونهار الجمعة. نحن أطلقنا تحذيرات بخصوص ارتياد البحر، وهيدي التحذيرات بلشت من امبارح لنهار التنام. موج البحر بالمناطق الإشمالية ممكن يوصل لحدود المتر ونص، حالة البحر بالعادة بتكون هائج. يعني نأمل أنه الناس تتجنب البحر بهاليومين. وهذا العام سمعنا كثير بحالات غرق، يعني أكثر من بقية الأعوام، صح أو لا؟ صحيح، هيدي السنة كان في حالات غرق أكثر. السبب أنه موسم الصيف بلش بكير وبلش يعني بنص الربيع، ارتفعت درجات الحرارة، الناس راحت على البحر. بالعادة بالربيع الطقس متقلب، الكتل الهوائية بتتغير بسرعة، بصير في نشاط للهواء، نشاط الهواء بيخلي الموج يصير أعلى،